بسرعة بلاش لكاع. يلا يلا بقعد لي ساعة بقى. صباح الخير يا صبرين. صباح الخير. عشان بارح طارت على نفسي. العسل النحل. الله يسلمك. الله يسلمك. شوف جابر. جابر بالحمام. سايبه هناك. نزل لك البراد بيجي. فين الفوق؟ صبري يا صبرين. البخار بتاع البراد. صباح الجمال. الشغل يا راجل. وحشتني. الشغل يا راجل. شوف. انا راجل. لما تروح. يقطع ابوك لحق يخرج من الحمام. هات الجزمة لابوك. هات يا امان. مش عايزة حاجة اجيبها لك من السوق وانا راجع. ابقى هات فاكهة. هجيب لك دوم. ها؟ تفضل يا ابوك. الواد جابر بجو يا راجل يا صبرين. إذا جابر جايب لي جزمة بكعب عشان سهلة وسهلة نشوفك في العلالي يا أبوي. يا حبيبي يا جابر يا حبيبي يا جابر. يلا الفطار جاهز. يا صبرين كل يوم الواحد يصحى فطار فطار فطار، ما فيش مرة الواحد يصحى يتغدى. أكلتك بقيت ضعيف. ها؟ اشرب. حط كمان بيضة. عن عن قول يا جابر قول يا جابر منك همة. العجلة من امتى؟ اوعي تقولي لي من ثلاث ايام. لا من ثمانية. الحمد لله ولسه على حاله يا صابرين. توك اتأكدت يعني؟ ما انت مطمن من زمان، مفروض تعمل حاجة. ما خلاص يا صابرين، خلاص النهارده حقابل المدير وحسب رأيه حيبعت كل الأبحاث لوزارة مصر. ربنا معاك. بس يلا يا شباب، يلا كفاية أكل يابني، يلا عشان تلحق المدرسة. يلا خد شنطتهم. يلا. مع السلامة. واني كمان. شنو سي؟ كنت عايزه استاذنك، عايزه اروح لسميه بنت عمي ولدت امبارح عقبال عندك. عقبال عندي؟ عقبال عندنا. ليك عندي يا صبرين، لما ربنا يوفقني ووافقوا على البحث بتاعي وابقى عظيم وفوق هنخلف داسة عيال واجن من جبل. خدي. يلا نصيبهم. خد اديهم دول على بال لما افضى اروح ازورهم بنفسي. خليك ليا. مع السلامة. مع ألف سلامة. استاذ سنوسي. صباح الاشراق والعمل الدؤوب. صباح الفل يا ابني. زي ما عندك. تفضل. الحمد لله. انا جريت البحث بتاعك. شيء جميل يا استاذ سنوسي. ده لو اتنفذ هيوفر على البلد مبالغ كبيره قوي. 260 مليون و120 الف وحوالي 750 جنيه تقريبا كل سنه. هايل. يا جناب المدير لو كل واحد منا عرف قيمه رغيف العيش هنحل مشاكل كبيره قوي. ويمكن نبطل نستورد قمح.
وبالفلوس اللي هنوفرها دي نحل مشاكل تانية زي التعليم ورعاية الشباب والمواصلات والإسكان. والله عندك حق. فعلا الرغيف لو يعيش 10 أيام ما حدش هيرميه في الزبالة. مظبوط. وأنا يا ابني رأيي إنك أنت تنزل تقدمه في مصر بنفسك. وكمان تسجلوا في أكاديمية البحث العلمي. يا جناب المدير، حضرتك عارف إنني ما نزلتش مصر، عمري ما شفت مصر، أنزل إزاي؟ ثم أنا عايز أقدمه من خلال المديرية علشان الموضوع يبقى له هيبة. والله اللي تشوفه يا ابني، بس أنا شايف إن دي فرصة كويسة لك. الجرايد هتكتب عنك ويمكن تطلع في التلفزيون. إيه؟ إيه بس يا سيد المدير، أنا ما نزلتش مصر قبل كده. مش مدير طبعا لازم تتصرف. المهم هيوصل لهم امتى؟ ان شاء الله هعمل المستحيل عشان يوصل بسرعه. يعني كده في خلال 3 اسابيع. على خير. 3 اسابيع ازاي يا جناب المدير؟ ده مكتوب ان الوزير هيمضي بعد بكره. ها؟
اعمل ايه؟ انا لازم انزل مصر حالا. حالا دي تبقى ازاي؟ انت فاهم ان نزول مصر بسائل، مش لازم توظف نفسك، تحجز مكان في اللقاندة، تحجز مكان في الطياره. طياره؟ لا، والقطر ماله؟ القطر ده هيكون بكره ويوصل في 18 ساعه. ايوه بس انا بخاف من الطياره جناب المدير. قول يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم الاعتراض، ما قلناش حاجه. بس اركب البتاعه دي ازاي؟ مش مهم، كله يهون، المهم ان الوزير ما يمضيش بكره. اديني البحث. اتفضل يا سافر مصر لوحدك يا سنوسي؟ مين هيطبخ لك؟ يطبخ لي يا صابرين؟ هي كلها 48 ساعة وراجع لك على طول. ها؟ لا، ماشي معاك، وبالمرة أشوف عمتي. عمتك عمتك عمتك، طب ولدك جابر؟ عاملة حسابي، هسيبه عند المار، ها؟ طلعوا كام؟ 720 جنيه. شغل عمر يا سنوسي. ولا يهمك، بكرة لما ننزل مصر الفلوس هتجري في إيديني. عارف يا صابرين، لما حيوافقوا على البحث بتاعي هناخد شقة على النيل، وشوف النيل في مصر شكله ايه. مالناش في مصر. طبعا يا صابرين، هنفضل لحد امتى مدفونين بالحياة هني؟ لا يا صابرين، خلاص الدنيا ضحكت لني، لازم ابقى زي زمايلي اللي اتخرجوا معايا من جامعة اسيوط وراحوا القاهرة تعاينوا، بقالهم مراكز وبقالهم مكاني وحققوا ذاتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي صحاك يا جابر يا ابني؟ ايه اللي صحاك؟ ها؟ الآن ليه؟ ما حسافر صاحبك يا أبوي؟ ايوه حسافر، حسافر يا جابر. جابر حسيبك عند ستك يومين، حسافر مع أبوك يومين وهرجع لك. بس بقول لك ايه؟ تاكل عند ستك، فاهمني ولا لا؟ تاكل، ما تعملهاش خاطر، إن شاء الله تاكل أكلهم كله. مش عايز حاجة من مصر؟ عاوز عربية. هجيب لك عربية، هجيب لك كل حاجة إن شاء الله. بكرة لما نبقى في مصر يبقى لنا بيت هيبقى مليان لعب، هدخلك أحسن مدارس وهعلمك أحسن علام. أصلك أنت ما شفتش مصر يا جابر، مصر دي جنة ربنا. يعني أنت اللي شفتها؟ لا طبعا، بس شفتها في التلفزيون، دي بالألوان يا صابرين، فيها دكاترة ومهندسين ومحاميين، أنت مش بتشوف الأفلام؟ آه، فيها رقصات كمان. دي استثناءات يا صابرين، استثناءات، وأنت دايما متسرعة في أحكامك دي. تأولي كل المسائل، ترضي كل الامور بسطحية، ايش دراك بمصر انت؟ نام بقى؟ أنام. أنا يجي لي نوم ازاي وأنا حركة الطيارة البتاعة دي؟ مش عايز دواك مش فاضي، ابعد عني. ايه العلوي دي؟ ماشي على مهله قوي. مصر اللي اتحرمنا من حضنه كان لازم نعيش فيها من زمان. ليها حق عمتي تعيش هنا، بس مش عارفة ليه كانت كل ما تبعت تقول لي اوعوا تنزلوا مصر. جوزها ما يحبش الخير للناس. لا مؤاخذة يا بيه، انتوا جايين من اني بلد؟ من لوكسر. لوكسر؟ بقول ايه يا بيه، من اولها كده الاجر 20 جنيه. يا نهار اسود، 20 جنيه ليه؟ شايفنا برانيت يا اسطى؟ وانا لو كنت ركبت اللي ببرانيت كنت هطلع لي ب 40 جنيه ده غير خرطوشة السجاير ولا ازازة الويسكي. ده انا كده كريمكم قوي. خلاص يا اسطى، اتكل على الله. ايش من ده يا سنوسي؟ احنا ننزل احسن.
خلاص بقي يا صابرين بجملة المصاريف احنا اللي عملنا فيها بهوات. اسمعي من هنا ورايح انتقالاتنا في القاهرة بالاتوبيس. هون هونها خير بطلت العربية ليه يا اسطى؟ في حاجة؟ اصل الاشارة دي طويلة حبتين. ماشي معاك سجاير؟ ما بدخنش ولا اسماعيل اسامة خليل ابو خليل ازيك يا اسطى؟ اهلا 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 ابو خليل فينك من زمان؟ يا هلا حبيبي اهلا اهلا ازيك انا فينك هتشوفك انت قبل مش كنت مسافر؟ ايه اللي رجعك يا مغفل؟ نصيبي اكل العيش بقى. طلي يا هاني اتفضل يا بيه. الله صورة ياسين. شفت يا صابرين شفت روح الإيمان شايف الشباب ربنا يحرسكوا للبلد. الفل 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 يا هاني فل كمان فل كمان شايف بيستقبلوا الزوار في مصر ازاي يا سميسي؟ ناقص ايه يا ناس؟ ناقص ايه؟ ناقص توزعوا علينا فلوس. ادينا كده يا بيه. جنيه؟ لا مش عايزه. بعد ما شمت بيهم عندهم ايه؟ خلاص خلاص صابرين خلاص يا خلاص اوكي ادي جنيه اهو. أنا بقول نوزي ريال يا بيه. ريال. خلاص صابرين خلاص هادي ريال اهو شكرين لمي يدك شوية يا سنوسي. خلاص الفلوس كتير يا صابرين بجملة المصاريف. نادي على السواق ده مات. يلا يا اسطى هتسيبني في اللوكان ده وحدي؟ هي كلها نص ساعة على ما قابل الوزير وارجع لك على طول. طب حستناك نتغدى سوا. لا ما انا محضر لك مفاجئ عامل لك برنامج. المصالح الحكومية بتنتهي الساعة 2 اكون عندك 2 اوروبا اخدك ونروح جنة الحيوانات 2:30 نتغدى هناك نتفرج شوي وبعدين نخرج منها الساعة 4 4 وربع نبقى في الهرم. الله لسه شوف القلعة يا سنوسي. ماشي نطلع على القلعة هي ربع ساعة من الهرم نبقى في القلعة. مش هنزور السيدة والحسين؟ ماني جاي لك في الكلام يا صابرين ما هو كله مكتوب في البرنامج اهو. من الساعة 5 للساعة 6 ساعي لزيارة الحسين ومنه للسيدة نفيسة للسيدة عائشة ومنها للسيدة زينب. لو في وقت نزور السيد البدوي. إذا كان على الوقت كتير بس ده سافر يا صابرين طنطا. طب البرج؟ البرج بقى ما هو الساعة 7 حنكون بيتعشى فيه ومن 8 جولة حرة في جميع أحياء القاهرة المتعددة. بس كل ده متوقف على مقابلة الوزير قبل ما يمضي مع الأجانب وإلا هتبقى كارثة. ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة يا سنوس يا ابن عبد الجليل. مش مهم يا صابرين مش مهم مش مهم الإشارة ال 15 ولا ال 20 احنا هنوقف نعدلهم عيب كده. قول لي يا اسطى هي اللوكان ده بعيد عن وزارة ال معرفش. يا خبر ساعة داخل على 10 أعوذ بالله. احنا الصباح نبوش مين على الصبح؟ مش احنا. ايه ده؟ مش فاتح يا حمار. وديني النبي ما انا سايبك. خلاص بقى يا اسطى خلاص حولك على الله. نعم لا دي مشرط مشرط. بتشم يا صابرين بتشم يا صابرين ده وقته. لما تروح فين؟ وراك وراك يا عم الله يكرمك مودينا على فين؟ ما تعطلناش عندنا ميعاد مع الوزير. انت بتهدد لي؟ ما انا لا يمكن اسيب حدي يا عم الله يخليك نزلنا. وانا لو وقفت هيزوغ مني. يا ساتر يا ساتر حاسب نسيت حاسب مخمط مخمطني مخمطني حاسب النوري النوري عندنا من تحتيه. يا رب
ربنا ياخدك ربنا ياخدك ربنا ياخدك. صبرين كهرباني وبرجلاني فيها. رجاله الجهاز هنتخانق. اسماعيل ايوه هذا انت عايز ايه بالظبط؟ عاوز حقي مالكش عندي حقوق. الله يعني مالكش عندك حقوق؟ ايوه مالكش عندي حقوق. يخلصكم كده يا جماعه يخبطني بالعربيه بتاعته ويطلع يجري. ايوه بس مش انا اللي غلطان ده هو اللي غلطان. وقع ايوه بس طب كان يقف ان نتفاهم سوا. انت مين يا عم عشان تفهم معاك يا انت مين يا ما الناس صالح يا سموسي. كده يا صابرين الناس لبعضيها ثم انا هتناقش معاهم بالعقل والمنطق. ما تخافيش تعالي معاي. الحاني يا بيش حصل خير وكل واحد لحاله. يلا كل واحد اتكل على الله. وانت مالك انت؟ لا انت مالك انت يا جدع؟ يعني المجرد وجهه نظر. الراجل هيموت في ايدك يا جدع. خد السلم بتاعك واتكل على الله. امشي اخوك وغلط. يا بيش رب الزاي يا صابرين. هاشي معاك؟ خليك هعطلك يا سيدي. انت عايز ايه؟ شد اخد شد اغور من وشي. ماشي يا بيه الله معك. سامع يا صابرين؟ دي مسائل عارضة. ده طار بيقولوا رحمة خالتك طار بينهم. دي مسائل عارضة. دي مصر حلوة وقديمة. دي حاطة فيها ايه؟ زلط. مش جايبة حاجة معاي؟ احنا مش هنركب ولا يا سموسي؟ هنركب طبعا يا صابرين بس من شارع اروق. عيال العفاريت عيال فرحانين بالخناقة. سموسي انا قلبي بيقول ان مصر زحمة. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ولي؟ ايه التشاؤم دي؟ اهمتم كده نسوان بتهول كل شيء. دي مسائل عارضه يا صابرين مسائل عارضه. يلا اسمع يا بلعان، شيل شنطتك معاك، أنا غير مسؤول. مسؤول من مين المسؤول؟
عاجبك كده يا صابرين؟ لولا وجودك معاي كان زماني مع الوزير دلوقت. ها؟ وانا مالي؟ وانا اللي معطلك؟ مال مين اللي معطلني يا صابرين؟ مين اللي معطلني؟ مش المشاكل دي كلها من تحت راسك؟ انا اسنوسي؟ والله انت راجل ظالم. ظالم؟ اعقل يا صابرين واحترمي راجلك. حقك علي يا سنوسي، بس انا مالي، مصر بينها زحمه. برضه هتقول لي زحمه يا صابرين، دي مسائل عرضه عرضه. يلا ندور على تاكسي. يا تاكسي يا تاكسي. الحمد لله. الله يكرم. اهدي اهدي. انا اللي شاورت الاول. انا ياسر شاورت الاول. داكس سكي. الله لا مبلغ عنه. داكس داكسي بعد 66 50 كام ما شفتوش؟ مش عارف حاجه. داكس وقف. داكس تعال اقف هنا. اعصابك يا سنوسي مش كده. اسكتي يا صابرين اسكتي. تعال اقف هنا. ها تعال بس. يلا يلا اركب اركب الشنطه. يلا خلصني. يلا مستعجل. يلا يلا مستعجل. لازم الواحد يفتري عليهم. يا سلام يا سنوسي. وديني عند عمك الاول يا سنوسي. لا ما فيش وقت، نطلع الوزارة على طول. اكس اكس خد لك سكتك يا زوب. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على فين ان شاء الله؟ على اقرب اس. بقول يا سنوسي، مش توديني لعمتي؟ احنا فيه ولا في ايه يا صابرين؟ بعدين بعدين، الوقت بيجري، الساعة بقت 11 ونص. قربنا ولا لسه؟ قربنا. جاهز؟ أيوه. أي. أي. حاسب حاسب الجاكيت بتنام على الجاكيت يا مجانين. إيه اللي جرالكم؟ يا نهار أسود، انزلوا انزلوا يا سفاحين. يا حبيبي يا أخويا، عملوها فيك، عايزين يموتوك. إيه اليوم الهباب ده؟ أنا اصطبحت بوش مين النهارده؟ خلاص يا اسطى، الحمد لله انهم نزلوا، اتكل على الله. انتوا لسه هنا؟ انزلوا، انا خلاص هبطل الشغلانه دي، هبيع العربيه. انزلوا بقى. طب خلاص يا اسطى خلاص، دي مجرد وجهات نظر. زين. طيب طيب طيب، انزل يا صابرين. مش هنلاقي تاكس غيرك. انا خسران يا اسطى. انت باظت. شفت يا صابرين؟ معيش هدوم غير الهدوم. الشنطة. الحقوا يا اسطى. يا اسطى الحقوا يا اسطى. ايه اليوم الاخبر ده؟ ما تيجي ناخد تاكسي ونلحقه. تاكسي تاكسي يا صابرين تاكسي. اهو انتوا كده يا نسوان تاخدوا كل الامور بتفاعل سطحي. وهنعمل ايه دلوقتي؟ ما فيش غير اننا نبلغ البوليس، ندور على قسم اقرب قسم. اصحى معايا اصحى. عايز تقنعني ان واحد زيك ممكن يتضرب من اخوه الصغير؟ ايوه يا بيه، يعني انا بفتري عليه يا بيه. احنا مسامحينه يا بيه، بس نسيب الشقه. انتوا تسامحوه لكن هنا في قانون. ابعت هات لاخوك. حاضر. اقول لك يا صابرين هتخليكي هناك، هي دقيقتين هجيب الحضر الضابط وارجع لك على طول. ماشي معاك. اشوف اشوف يا صابرين. شوف يا شايف المناظر الطالعه والخارجه؟ ده قسم من السينما. ها خليك دقيقتين هرجع لك تاني. القسم ده ما كانش في البرنامج. اللي جنينة الحيوانات. ها افهم من كده ان الشقه بتاعت امك. الله يرحمها ماتت امبارح. امبارح وبتتخانق على الشقه انت واخوك النهارده؟ يا بيه هو ما بيتخانقش، اخوه اللي مفتري علينا،
عاوز يطلعنا احنا تسع ايام. خلاص خلاص ما تكتب يا ابني اكتب. السلام عليكم. السلام. يعني جاي يبلغ عن شنطة مسروقة. تفضل تفضل. السلام. شيك. تفضل. شيك. شيل 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 ده شيل. خذ الراجل ده اعمل له اسعافات اولية. حاضر. ربنا ينصرك ويطول عمرك يا بيه. خلاص خلاص انت بتعمل ايه؟ مساعد عندكم انا محتاجكم علشان تشهدوا معايا. ايه ده؟ هو حضرتك تعرفه؟ أنا إذنك يا بيه، الراجل دمه سايح. استنى الدوايب. تعالي. افتح محضر جديد. اتفضل يا أساس. اتكلم. أنا سنوسي عبد الجليل جاد الحاج. كنت راكب تاكسي أنا ومراتي، وبعدين سواق التاكسي أصر يطردنا ومش بالشنطة بتاعتنا. وسواق التاكسي يتركوا ليه؟ سيادتك مش واخد بالك، بعد ما الهانم طلعت الموس من حنكها وجابت وش البيه ضرفتين الدم نزل منه غرق جاكيتتي زي ما تقول كده سواقة شائم من الدم اللي غرق التاكسي بتاعه. يا بيه يا بيه احنا ما نعرفوش. تعرفوش؟ والدم اللي على الجاكيته ده ايه؟ يا بيه ما تصدقوش، ده اخويا هو اللي ضربنا بيه. تتبلى على اخوك ولدمك وابوك؟ اعوذ بالله. هيروح لك انت يا سالم. عارفه تسمعني انا مرتاح هنا قوي. يخرب بيت الهباب اللي بتشربه ده مدوخنا وراك. منك لله يا شيخ. هو جوزك بيشرب هباب؟ ايوه يا اختي. ليه كده يا سالم؟ خلي بالك يا استاذ سنوسي، انت هتمضي على المحضر ده عشان احنا نعتبرك شاهد. انا جاهز ما دام الواحد هيشهد على الحاج، مش انا بس، انا مستعد اخلي مراتي تيجي تشهد هي رخرة، ما هي واقفه بره منتظراني، بس المهم ما تعطلش زي ما بدي لك ان عندي ميعاد مهم جدا. يا بيه يا بيه ما تصدقوش، ده راجل كذاب. احنا كمان معانا صوت بره، لحظة ندخلهم. يا بيجري اجري انتهي. زوبا! سلموا واحد فينا زوبا! يا زوبا! اثبت يا راجل انت. ابنك ده؟ ايوه يا اختي. اوعى تطلع زي ابوك. تكفي من بقك. تعالي يا حبيبتي اقول لك كلمتين. جوزك ده عمل لي روميو وسيد الرجاله كمان. طب تعالى. هي انا حرام عليها يا اولاد. طب يا استاذ سنوسي احنا هنسيبك دلوقتي عشان ما نعطلكش عن المهمه الخطيره اللي انت جاي عشانها، وكمان عشان المدام برضه. متشكر جدا، جزاك الله بكل خير، وانا تحت امرك في اي وقت. عنوان المكان ده عند ساعتك. وانا يا سنوسي الكارت بتاعي ممكن تجي لي في اي وقت. باب الشرطة مفتوح طول اليوم، وعموما اطمن الشنطة هتكون عندك في خلال 24 ساعة. شاكر جدا. عسكري واقف. خد الأستاذ سنوسي وصله زي ما هو قال. ها؟ اجي لي على طول. يا صابرين. إيه اللي حصل يا صابرين؟ مين عمل كده؟ شوفنا من ما حصلش يا اخرس أنت. اتغطت بيتك عشان شد عليهم. شايفين شايفين عملت فيها كده؟ هدي نفسك. يا صابرين استوري نفسك يا صابرين. كملي شرارتك. عين صابتك يا صابرين، عين صابتك يا صابرين. كملي فاشل يا مدام. اوعى من وشي. افتح محضر جديد. لا لا حضرتك لا مين؟ لا بلاش بلاش محضر، انا عندي ميعاد مهم حضرتك عارف. استاذ سنوسي بالخمس دقايق مش هنأخرك، عموما الوزارات لسه بدري عليها، الساعة 12 ونص. منك لله يا صابرين، معطلاني منك لله، بتجرني شكلها ليه يا صابرين؟ مع ألف سلامة، متشكرين أوي يا فندم. شكرين قوي قوي، مع ألف سلامة. الساعة بقت 12 ونص يا سعادة الوزير. في ميعاد يا فندم مع الوفد الأجنبي للمراجعة الأخيرة لعقود تطوير مشروع رغيف العيش. هما وصلوا في السكة يا فندم لكن ما لقيتش. ما هو لازم يا صابرين أوصلك اللوكان ده الأول. اكدي هتتعطل، أجي معاك نكسب وقت. تيجي معايا كدي؟ بفستانك المقطع دي؟ اطلع ازاي للراجل من غير جاكيتي؟ انت ناسي انها ستراك يا صابرين. يلا يا صابرين يلا بلاش ركاعي. متشكر جدا يا حضر الصوت. عفوا اي خدمه. يلا يا صابرين. يا رجل استوري نفسك. الله يكرمك ما تكملش جميلك وتستناني لحد ما دخل الست ووضتها وارجع لك توصلني الوزاره. اي خدمه. الله يكرمك. شكر. على سيارة النقد رقم 747
اتوجه الى دار المسنين لفض المشاجره التي قامت بين النزلاء. اتكل على الله. اي خدمه. اتكل يكفيك شر سكتك. يلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أمر يا فندم، أي خدمة؟ في أوضة محجوزة باسم سنوسي عبد الجليل جاد الحاج. ها؟ وحرمه؟ مالك متسرعة صابرين؟ ما طبعاً وحرمه، هسيبك في الشارع. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيكي، بسرعة سيبي. فاضي. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيكي. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيكي، بسرعة صابرين مش فاضيين. نورت الأوتيل. الله يخليك. انا اسفه يا فندم، اسم حضرتك مش موجود. مش موجود ازاي؟ مش موجود ازاي؟ ده انا حاجز من لوكسور. عموما حضرتك تتفضل عند الموظف المختص وتراجع عنده كشف الحجز. اراجع اراجع ايه؟ اراجع ايه؟ وانا في الثانويه العامه عشان اراجع. خلاص يا سنوسي خلاص. تعال حاجه تجنن. خلاص حاجز في وقت عشان اقعد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. تعيش. شكرا. خير ان شاء الله، اي خدمه؟ احنا حاجزين اوضه عندكم بتاريخ النهارده، وبره مش لاقيين الاسم. الحجز باسم مين يا هانم؟ اسمه انس عبد الجليل جاد الحاج. اهلا وسهلا. اهلا بيك. سينوسي سينوسي سينوسي. اهو مظبوط. شايف يا صابرين في فرق بين موظف وموظف، موظف فاهم عمله وفاهم شغله مش التانية اللي ماسكه مرايه وروج، ناقص تمسك مرايه وروج. ربنا يحمي لك نظرك. الاسم عندنا اهو. حضرتك حجزت عن طريق الفرع بتاعنا في الاقصر، مش كده؟ ربنا يحميك. وده كان يوم السبت الساعة 7 مساء. مظبوط؟ ينصرك على اللي يعاديك. شفت حضرتك؟ كل شيء عندنا ماشي مظبوط وبمنتهى الدقة. يا بيه ما تتكلمش عن نفسك، انتوا سمعتكم واصلة لنا. أمال ليه بره مش لاقيين الاسم خدونا؟ يا صابرين دايما بتسرعي على الحكم على الأشياء، بره مش فاهمين شغلها، البيه فاهم شغله. أنا أقول لحضرتك السبب. حسب اللوائح والقوانين الخاصة بالفنادق فإن الحجز يعتبر لاغيا إذا تأخر الحاجز عن الساعة 12، والساعة دلوقتي 1:15، يعني الحجز يعتبر لاغي والغرفة اتأجرت. أتأجرت؟ إيه اللذة اللي أنت فيها دي؟ إيه الراحة النفسية اللي أنت فيها دي؟ أتأجرت يعني إيه؟ طبعا حضرتك اتأخرت ليه؟ اتأخرت ليه؟ حاجة صابرين بيسألني أنت بيقول لي اتأخرت ليه؟ إحنا بقالنا أربع ساعات ما عارفينش نوصل هنا. اهدي يا صابرين. قلبي قاعد نار. اهدي. إيه اللي بيحصل يا فتحي؟ أهلاً بك. أهلاً. أهلاً بسيادة المدير. ها؟ مالك يا أستاذ؟ حضرته كان حاجز عندنا غرفة. أه. وجه متأخر. أه. فراح عليه الحجز. اديت ورد؟ أيوة يا فندم. شكراً. إحنا ما خدناش منكم لغاية دلوقتي الورد. اتفضل معايا يا أستاذ وأنا هتصرف. اتفضلوا. متشكر يا فندم. بيه المدير ده المسؤول هو اللي فاهم حاجة، مش جايب لي موظف قاعد بورد على تربة. اتفضلي اتفضلي اسبقوني على مكتبي. اتصلي بكل فنادق القاهرة والجيزة واخلقي لي أوضة فاضية النهاردة بأي شكل. شكرا. أهلا وسهلا. اتفضلوا. معانا. معلش ده شعار الفندق ورده وابتسامه. مليها وقتها صابرين شاكرين. معلش يا جماعه انا اسف على اللي حصل، لكن هو ده النظام المعمول به في كل فنادق العالم. الحمام اخش الحمام. نعم اه اتفضلي على ايدك الشمال. اتفضلي. نسينا عطل يا صابرين، حابك يعني يا صابرين. هظبط الفستان. روح روح. ما تلخبطش الورد على بعض. أيوة يا سلام للدرجة دي هايل هايل يا فرج الله أصلها طيبين. برافو برافو. آه شكرا. اشكرهولي. شكرا. الحمد لله. مع السلامة. تصور ما فيش أوضة فاضية في القاهرة كلها. لا ما تقوليش. طبعا سيادتك عارف موسم السياحة ده في كمان اللي من دول مؤتمرات علمية طبية وهندسية منعقدة، ده غير سباق السيارات العالمي. لا ما تقوليش.
سباق سيارات هنا في شوارع القاهرة وعالمي يعمل بو بو بو. طبعا ده في كمان سباق الجمال وسباق ال مش مهم مش مهم، المهم عندي دلوقتي هنام فين؟ في الشارع. مش غلطتي سيادتك اللي اتأخرت. وانا اعمل ايه؟ ما هي شوارع مصر بينها زحمة النهاردة بالذات. النهاردة بالذات؟ ايوه. احتمال. طيب ممكن استخدم التليفون؟ تليفون؟ ايوه. اتفضل. على انهي فين؟ اي واحد يعجبك. الظاهر تليفوناتكم عطلانة النهاردة بالذات. احتمال برضه. انت بتقول لي واحد والدك ما لقاش تليفون قريب من هنا؟ في سنترال مش بعيد من هنا. اصل كل التليفونات اللي موجودة في المنطقة عطلانة النهاردة بالذات. يا دي الناس. يلا صابرين يلا، الظاهر ملناش عيش في اللوكاندا دي. لا مش ده الورد بتاعك. ده وقته ده وقته. صابرين الورد بتاعي ولا بتاعك اي حاجة. خلينا نتكلم قدام الراجل المأسد ده. فوتك بعافية. يلا يا اختي. بعافية. احتمال برضه. مش عايز ورد، انا مسكن، مش عايز ورد ولا ابتسامة. ابتسامة يا حبيبتي يا ابني مبروك. انا ما رضيت عادي مش هقعد يا ابني بعد كده. انا اسمي شادي. ايه؟ ما هو ما هو شادي. ايه ده؟ انت مش عايز سيادة الوزير لسه ماشي حالا. الو الو، مين اللي دخل في الخط؟ الو الو، ايوه انا سنوسي عبد الشهير شاد الحاج. انت يا استاذ ممكن تقفل التليفون شويه؟ اقفل الخط ازاي؟ اقفل الخط ازاي؟ انا ما صدقت ان الخط شيل. وحياة والدك وحياة والدك، لازم اقابل سيادة الوزير ضروري. يا استاذ انت كده معطلنا. طيب يا فريد بيه، ممكن سعادتك تقفل وتكلمني تاني؟ وقفوا وأني بتكلم عشان كده. الوزير مش لازم يمضي. وبعدين يا استاذ عيب كده. حط صوت يا ناس مش كده. من سنترال. اي خلاص ماجد. يا الوزير. يا الوزير. يا استغفر الله العظيم. يا ابني بطل معاكسات. أنا مؤاخذة يا فريد بيه. أرجوك يا فريد بيه، اطلع من الخط، اسكت شوية، عايز أفهمه، الموضوع عاجل ومهم جدا. أيوة يا سيدي، تحت أمرك، اتفضل قول. يا تحت أمرك. ما اختلفناش، أنا مش عايز أكتر من كده. من 9 ل 12 سيادة الوزير يقعد معايا، ده اللي أنا طالبه. أنا طالب أكتر من كده يا صابرين. ما هو فضيلك. ماشي مع السلامة. لا مؤاخذة يا فريد بيه، ده فريد مجنون. والله ما فهمت منه أي حاجة. اتفضل. أدي 5 جنيه. 5 جنيه. أيوة يا سلام، أهو دلوقتي يا دوبك الواحد ارتاح يا صبري. الحمد لله. إيه بتضحك على إيه؟ ربنا يصبرك يا خالي. مش اللي أنا بتعب. غلط. أنا غلط. فلوس تروح لعمتي أحسن لها خلاص، رجليا مش قادرة عليها. روح لعمتي لعمتي. جرايا يا صبري. لازم نسكن الأول وبعدين أنت بتروح لعمتي. نسكن فين؟ ما أنت شايف اللوكندات. لوكندات؟ فكرك حقدر أعتبها تاني؟ لا، احنا الليله دي هناخد شقه مفروشه. من بيت الليله دي عند عمتي، هي مصاريف وخلاص. مش عايزين نبقى تقال على الناس يا صابرين، والفلوس معانا كتير والحمد لله. تقال على مين يا سنوسي؟ هي عمتي غريبه؟ لا، جوزها هو اللي غريب. ايه دي؟
شيل من الخمسة جنيه. يا بان اديني بسرعه يا بان. يا بان طالب يا بان يبقى قابلني ده هاخده منه فلوس يامي. يا روح عليا. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سهلا تفضلوا. نجيب حاجة ساعة؟ متشكرين جزاك الله كل خير. أيوة خدمة. إحنا قصدينك في خدمة صغيرة، قصدينك في شقة مفروشة تكون على زوجة ويكون سعرها معقول برضه. عندي شقة ثلاث مطارح لوكس اللوكس بالتليفون والتلفزيون والفيديو وعني كل الحاجات دي مش مهمة. إحنا مش فاضيين، إحنا المهمة عندنا النومة. ودي مطلوب فيها كام؟ صاحبتها طالبة فيها ستة، وأنا أقدر أخلصها لكم أقل من كده. ستة إيه؟ 6000 طبعاً يا بيه. لا، إحنا مش عايزينها على طول. على طول إيه يا هاني؟ 6000 في الشهر. بتقول إيه؟ إهدي يا صبرين. قلبي جايد نار. إهدي للراجل يتمخمط في إيدك. لا مؤاخذة يا معلم، أصلنا محتاجين الشقة مجرد ليلة واحدة بس. بقى كده. وممكن نقعد ثلاث ليالي لو الحال عجبنا. لا يا سنوس، إحنا ما اتفقناش على كده. هي ليلة واحدة. يبقى 100 جنيه. 100 جنيه في الليلة؟ ليه؟ هو هيتجوز. مش بس يا صبرين أنا واقف. بقول لك يا بيه، تسمع كلمتين. وقف هنا لما أشوف الراجل عايز إيه. تحت أمرك يا معلم. عندي أوضة وصالة يأدوا الغرض. الحاجني بيها ما اختلفناش، أوضة وصالة كفاية وإحنا هنبرطع ولا هنجري فيها. بس بمنافعها. لازم يبقى لها منافع يا معلم، مش فاهم تقصد إيه. ماشي اللي معاك دي بان عليها ألزحة قوي. على إيه؟ مانيش عارف. علي إيه؟ مش عارف. تعال بتقول ايه؟ تخربش في نفوخك ولا ايه؟ دي مراتي. فهمت ايه ولا فكرت في ايه؟ امشي انقار يا صبرين. قال لك ايه؟ امشي يا صبرين. قال لك ايه؟ امشي يا صبرين، اني قلبي مشعوط نار. امشي. مراته قال ها كلهم بيقولوا كده. نمره كان بيروح شبرا من هنا. وانا اعرف منين يا سنوسي؟ امال حنروح ازاي؟ نسال. لازم نختار. قول لي يا بيه، اتوبيس كان بيروح اجرالكم. تعال تعال يا صبرين. قول لي يا بيه، اتوبيس كان بيروح شبرا. ما انصحكش تروح شبرا. يا سلام. ليه؟ اسمعني، اتوبيس مقطوع للشبرا. يلا ما فيش وقت. نطلع الهرم ونكمل البرنامج. تشوف الله الله رجلي. مؤاخذة بيه؟ لا ابدا ما فيش حاجة. نحسب. لا خذ راحتك. في حاجة؟ لا ما فيش حاجة، احنا اخوات. أظن مش معقول ندخل على عمتك كده بيدنا فاضي. أبا صبرين مالك مبحلق ليه؟ ناخذ لها معانا داسة باسطة وكام كيلو فاكهة. مالك يا صبرين؟ ما تنسيش بالليل تغسل القميص ده. أمال حقابل الوزير ازاي وأنا ما حنتيش غيره دلوقتي؟ بكرة الصبح تفكريني وأنا نازل أفوت على القسم علشان الشنطة اللي اتسرقت مني. مش أنا اللي تسرق يا صابرين، مش سنوسي. أني موتي وسمي السرقة. الشنطة حترجع حترجع. مالك. مالك صابرين. مالك. أنا اتسرقت. لا ما قصد مين. يا ناس منك لله واسع اخويا واسع
اوقف يا اسطى، وزعوا لي واقفين لي رمسيس الاول والثاني. هتقهور هتقهور. حرامي 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 يا ناس. شاكر تفاهمكم وفي الحرام. فين يا رجع هنور يا شيخ المنصر؟ هو نرجع الحرام بس؟ لا يا رجاله. متشاكر انت لو متفاهم موقفي متشاكر. نحن هنضربك الاول وبعدين نطلب البوليس. لا لا يلا 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 يلا. انا مش حرامي، الحرامي يشتري يا ناس. يا ناس الحرامي يشتري. يا سنوسي يا سنوسي كمان الخامسة من الرغيف، ما تعمل خسارة رغيف أحسن. بالسلامة. رحت فين يا سنوسي؟ يا سنوسي يا ناس، حرام عليكم. مش هاي الحرامي يا ناس، مش هاي الحرامي. يا سنوسي يعني يا اختي عز غاية بتدوري علي يا اختي. لا بغير ايه ده كبير ومش انا شايفه مسكين حرامي في الفرن اللي ورانا ونازلين فيه ضرب. يمكن جوزك يكون هناك. انت كنت مش هناك الله يخليك. اتفضلي. اقعدي بقى. يا سنوسي يا عالم. أم مسكتوا الحرامي؟ أيوة مسكناه. هدوا له كمان يستاهل الشنق. يا عيني يا عيني. محدش يا جوزي اللي استرقت منه المحفظة. ماني هو؟ سنوسي. أيوة ماني هو؟ أنا ويا صابرين جوزك اللي بتوصيهم يشنقوني. حتى أنت يا صابرين كلكم عليا من كل الناس. سنوسي اللي عملت فيك ده؟ أنت كنت مش فاكرة الحرامي؟ بطلوا بقى الحركات دي، أنت من عليك شربته. لقوا ربنا وراء ابناء وراء ربنا بقى. حرام عليكم حرام عليكم انتم. بس يا بالحرام لو تمسكوا المسروق تعال ايه يا ناس. وفرت دموعك يا اختي، انت منفعوك في سرقه ثانيه. على العموم زمان البوليس جاي. معلش يا سنوسي. انا انضربت يا صابرين. كاتب معك يا صابرين. وانت السبب. يقطعك يقطع عمتك في يوم واحد. حاجه قالت بس قوم. خليك انت يا صابرين. وانت كمان قومي. ما تقومي هتقعدي تراحي قدام الباب. يعني انا معاك بطاقه ولا اي حاجه تثبت شخصيتك؟ وعايزني اكدب كلام الناس اللي شافوك وانت بتسرق؟ اسرق؟ اسرق ازاي يا بيه؟ يا بيه كلك مفهوميه، احنا مش وش بهدله يا بيه. ما هي البطاقه اتسرقت مع المحفظه اللي كان فيها الفلوس، صدقني يا بيه. وبعدين اذا كنت سيادتك طالب بيانات، كل البيانات دي انا حاططها في جسم الدقي. ما احنا كنا انا والمدام هناك الصبح. ده انت رجلك واخدة على الإقسام بقى. يا بيه داني أول مرة أنزل مصر النهاردة، أول مرة أشوفها. أنا اتسرقت محفظتي وشنطتي وما اتكلمتش، اللهم الاعتراض. أنا مش نازل مصر يا ياجا. لا ده أنا نازل في خدمة، وخدمة كبيرة قوي. حضرتك مش مصدقني، أدي الكارت بتاع الضابط رأفت، اتصل بيه وهو وأشرح لك كل حاجة. مظبوط يا حمدي. ايوه كل اللي قالوه لك مظبوط. اسمع يا حمد، ارجوك تهتم بموضوع سرقتهم ده. تحت امرك. حاضر حاضر. مع الف سلامه. انا اسف جدا، سياده المقدم رفض فهمني على كل حاجه. الحمد لله. ويبلغكم انه مهتم بموضوع الشنطه، وكمان وصاني عليكم. ووعدكم هحاول اجيب النشال في خلال 24 ساعه. كتر خيرك.
على العموم يكفي ان حضر الضابط رافض تفهم موقفنا من اول وهله. على فكره انتوا كنتوا رايحين على فين؟ عند عمتي. ومعاكوا العنوان؟ معانا. طيب انا هبعت معاكوا عربيه توصلكوا لحد هناك. لا ما تقوليش، لا ده كتير. لا كتير ولا حاجه، ده سياده المقدم موصيني. اتفضل الكارت بتاعه وانا تحت امرك في اي وقت. اهو ده شارع الجميل. ده مؤاخذة مش هقدر اخش عشان في حفرة جوه. متشكرين قوي يا دفعة. العفو. اتدلي. دليت. دلي. دليت يا سناسي. أنا مش مصدقة إني هشوف عمتي. يا ترى هتعرفني يا سناسي؟ لو كانت لسه بتشوف هتعرفك على طول. أنت مش بتقولي عندها 76 سنة؟ آه بس لسه بعقلها. يا ترى نمرة 19 فين؟ السلام عليكم. قول لي يا اخي نمره 19 فين؟ هو في حد ما يعرفش نمره 19؟ الا ليه؟ هو برج القاهره. اها يا لهوي يا لهوي يا لهوي عمتي يا عمتي يا عمتي. اهدي يا صبرين. عمتي لا حول ولا قوه الا بالله. اهدي يا صبرين. عمتي لا حول يا عمتي يا عمتي اتخطفت اتخطفت. صابك بالله يا صبرين. صابك بالله. استني لما نشوف جرى ايه. استني مش جايز الاستاذ عبد الستار هو اللي كان موجود بالصاله ولا في الحمام لما البيت وقع. استني قول لي حاج بيت وقع امتى؟ من اسبوع. في حد مات؟ كلهم. يا لهوي كلهم سلام والحمد لله. طيب الاستاذ عبد الستار عبد الموجود عبد المتعال اتسلك؟ كلهم سلام والحمد لله. الحمد لله. اصل البيت وقع الساعة 4 الصبح والسكان نايمين واللي وقع الصالة وعفشة المي. السكان راحوا فين الله يخليك؟ راحوا مساكن اللواء. يا لهوي. بس يا لهوي. شفت يا سنوسي قطعتي قلبي. بس بس يا اختي بس. الحمد لله ان احنا اطمنا عليهم. بس يا اختي يا عمتي يا حبيبي يا غالية. انا عارف عبد الستار ما نمشي ليلتها في الصالة ليه؟ يا عمتي لازم نروح لها. يا حبيبتي هنروح لها فين بقى؟ جابت الناس. انت عارفه مساكن الوادي فين؟ لا ولا انا. حبيبتي يا عمتي ترى عامله ايه دلوقتي؟ ايه حكون عامله ايه يا صابرين؟ لقيت لها نومه تنام فيها، الباقي والظهر علينا احنا مش لاقيين حته ننام فيه. احنا رايحين على فين كده يا سنوسي؟ انا عارف ادي احنا ماشيين. انا تعبت وجوعت. مين سمعك؟ داني واقع. معاك فلوس كام؟ يجي 65 قرش. 65 قرش نازله من لوكسور لمصر 65 قرش يا صابرين. اه ما الفلوس كلها كانت بتبقى معاك. كنت سراقيني. كنت سمسري مني يا صابرين زي ما كل ستات بتعمل مع اجوازهم. بقى ده يا سنوسي عايز نسرقك. انا الحق عليا اللي بحافظ على بيتك وعلى مالك. شوي 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 وطي صوتك. معلش حقك عليا يا صابرين. حقك علي دانيش مني. بقول لك يا صابرين معلش احنا نبيع الدهب دي وبعدين هشتري لك احسن منه لما ربنا يسهل. وماله يا سنوسي وماله؟ ما يغنوش عليك. شاكر صابرين. بس دول قشره. قشره ده كلام ده صابرين حرام عليك. اها وانا كنت اعمل ايه بالدهب يا سنوسي؟ نفعوني نفعوني في الزنقه السودا دي. خلاص يا سنوسي خلاص اللي حصل. حصل ايه؟ 65 قرش هياكلونا ايه؟ كباب. يلا يا عم اشكينا عم معروف. يا سنوسي يا سنوسي امسك يا صبرين. مش حلوه. حطي دي وانت في الشنطه بتاعتك. مش حلوه. اكل العيش مش بالساهل. امسكك دي. هات يا سوسو. ربنا معاك. Yeah.
يضحي الكفاح من اجل لقمه العيش. كل يا صابرين. بسم الله. اهدى يا سنوسي، مالهم سخطوا السندوتش كباه. عيش بكره لما يتنفذ المشروع بتاعي هيرجع العيش زي ما كان. ماشيين كده لحد امتى؟ هنتعبت خلاص. انت السبب في كل المصايب اللي بتجرال يا صابرين. ده كل حاجه تجيبها على دماغي. ها؟ مش انت اللي كنت نركب الاوتوبيس؟ وافقتني ليه؟ وافقتك ليه؟ وكمان عايزه تطلعيني غلطان. ها مش كفايه انك شايفاني في الاوتوبيس بتسرق قدام عينيكي ما فتحتيش بقك ما نطقتيش؟ ها؟ عايز نطق عشان يخلصوا علي. ما يخلصوا عليكي ولا تروحي في 60 داهيه. انا روحي في داهيه يا سنوسي. اه طهقتيني في عيشتي بايدي عني قلبي مشعوط نار. اكده يا سنوسي، اليوم في مصر يغيرك يا سنوسي. ده انت تغيري دم من بلد جولية. قوام قوم سرقت مني يا سنوسي. قول انك حطيت عينك على بنات مصر. بنات مصر؟ وانت تروحي فين من بنات مصر يا مقاشفه؟ تو انت قليل الحياه وما عندكش اصل. يا حصلت يا صابرين حصلت. سيب يدي قلت لك سيب يدي. بقول لك ايه؟ اكسر الشر يا صابرين لطخك بالنار. قلت لك سيب يدي. على مفخيرك اركبوا. اهدي تعالي هنا يا صابرين. صابرين اتلم يا صابرين وبلاش فضايح في الشارع. فضايح ولا لا؟ هتلمي عليها الناس ونخلي مش وين. روح لحالك. ابقى جعان يا صابرين. روح لحالك. جلالك ايه؟ مراتي لما نزلتي مصر يا صابرين. نزلي ايدك. روح لحالك. روح لحالك. جلالك ايه؟ الولاد خربش في مخها. تعالي هنا. تعالي هنا. رايحه فين؟ تبعد عنا وتحترم نفسك. يا اخي ناقصك. انا ناقصك. تراخي. تعالي يا ستي. انت جلالك ايه؟ سيف وقليل ادب. ما تحترم نفسك. يا اخي امتى البلد تخلص منكم ومن امثالكم؟ يا صاب اكمل. العجين يا صابرين. جوزك. جوزك يا صابرين. مش عليا. مش وش مجهوني. ده مؤاخذة مدام، كنا عايزين نخدم. ايش يا استاذ؟ تخدموا بدون مروءه وشهامه. سلامتك يا سنوسي. سلامتك. حقك علي. انا اصلا جبتك انا جدت كده ايدي اللي اتمهدت عليك يا صابرين. تكون شي تعبان يا سنوسي. بتساليني يا صابرين؟ بتساليني ده انا مفشفش. طب تعال 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 رايح حاجة. انت شقيان من طلعت النهار يا سنوسي. انا اللي تعبني اني بهدلتك معايا يا صابرين. بدنا وحشني. وجابر. جابر وحشني. عجبوك بنات مصر يا سنوسي؟ لسه فاكرة مجنونة؟ أنا بحبك. أنا ماليش غيرك. ده أنت عندي بالدنيا كلها. أخلع لك الجزمة يا سنوسي. أحط لك رجلك في مية وملح. مية وملح. مية وملح. إحنا على الرصيف.
هي بكلمك يا سموس. انا مش سامع. سموسي انا مش سامع يا صابرين. انت رحشت يا اس، انت رحشت يا عالم، انت رحشت يا باس، سامحني يا باس. الحمد لله. يعني انت سامعني دلوقتي يا سنوسي؟ مدام قلت لك الحمد لله يبقى سامعك يا صابرين. سنوسي. ايه؟ سنوسي. بص يا سنوسي، شوف انا تحت العربية ده. يعملوا حاجة بردك يا سنوسي. مش حرام. لا مش حرام يا سنوسي، دول مالهمش صاحب. بقول لك ايه؟ العربية محتاجة زقة. انت تزقي واني اخلي بالي من السكة. طب ما تزقي انت وانا اخلي بالي من السكة. هنهزر يا صابرين هنهزر. روحي زقي. هزق. نوسي ما بتتحركش. صوت. خلي صوتك فيه. بينها مع الشقي. اسمعي. اني حارفة رافعة خفيفة. مد ايدك واسحب ال 20 جنيه. خلي بالك من السكة. مش حاد ما تخافش. يا دي النحس لحقيني يا صابرين. يا نهار اسود، خلعت العربية من بعدها؟ كلام اللي بتقوليه ده ولي كلام اهديه. ده هي اللي تاكد في ايدي. ساعديني ساعديني بدل ما انت واقفه تماريسي علي. بقول لك يا صابرين. صابرين انا اقصدك. هاخد نمرتك هاخد نمرتك. ايش فيك يا سنوسي؟ خليك معي هجيبك يا عم هجيبك. اجري يا سنوسي اجري يا سنوسي. محشورتك المهابه ما بتستنيني. حصل الله حصل الله حصل حجيب الباب حجيب الباب. رجال يلا نجري. هناكل يا صابرين. يلا نجري. هناكل ان شاء الله ونبدلوا اوتيل. ايوه ايوه قلت لك يلا نجري. اسكتي اسكتي يا جيب اجلك اسكتي. العربية بتولع يا سنوسي بتولع يا سنوسي. ايدي ما تبلغيش انت كلك مبالغة بتبلغ على انا ما جيتش جنبيها ما لعبتش في حاجة. هاتي مي هاتي مي هاتي خرطوم مي معايا ريحه تنفع. مش معاك النكتة يا عبيط. ايه اللي عملته ده؟ ليمون زبان. عارف انت ده انا عايز 500 جنيه. ده غير ال 200 جنيه اللي كانوا تحت العربيه. ما كانش فيه غير 20. هات البوليس. هات البوليس. موقفنا حرج يا بيه. ده قلت لي سيب مدام. انا من الاقصر. انا من الاقصر. انا سنوتي عبد الجليل. الكاميرا المستخبيه. ده غير الكاميرا الخفيه تماما. اهلا بيكم في البرنامج. مخصونك. امشي يا صابرين امشي. خلاص مش قادر اسلك طولي. ومين سمعك؟ يبقى خلاص نرجع نكسر لنادي. ها ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا صابرين؟ نرجع نكسر بعد التعب ده كله؟
الحته كلها سواد الليل واقابل الوزير. انا كل خوفي من سواد الليل ده. كناش قدرنا على مصر بالنهار، هنقدر عليها بالليل يا سنوسي. ايه التشاؤم اللي انت فيه ده صابرين؟ ايه التشاؤم دي؟ خلاص كلها ساعات معدوده. لا مش خلاص، انا زهقت. احنا ناخد القطر ونرجع الاقصر. نرجع الاقصر؟ ايه التفاؤل اللي انت فيه ده صابرين؟ ايه التفاؤل دي؟ نرجع الاقصر ومنين هنجيب حق القطر؟ نتصرف نتشعبط اذا واخدت كمسه يا سنوسي. انا خلاص ابن جابر وحشني. يا ترى اعمل ايه دلوقتي يا جابر؟ احسن منك ومني. يا ريتنا كنا زي جابر دلوقتي، على الاقل هو لاقي حته ينام فيه. يفكرك اننا مبسوط من اللي جرالنا صابرين؟ انا شايل في قلبي وساكت. انا نازل عشان غرض مهم ولازم اخلص. في ايه صابرين لما نتعب ليله لاجل ناس كتير ترتاح؟ وانا مشروعي مهم. ايوه مهم يا صابرين، وانت لازم تقفي جنبي. بلاش الاحباط دي. كان علي انا يا سنوسي، انا اتعب معاك العمر كله. ترى بكره حيكون ارحم من النهارده. انت يا سنوسي المسارح بيناها كلها دافنه. قافله ولا مش قافله يا صابرين؟ خلاص مسقفه قوي. دوات صابرين داخلين الاوبرا. خلاص بهدومنا. امشي امشي يا امشي فلكتين. خرجتوا خرجتوا سرحت الممثلين وقعدت على تهلو. شايف يا صابرين؟ شايف ناس مصر بيتفننوا في الاكل ازاي؟ كان في ايدينا كان في ايدينا. يلا يا سنوسي ربنا يصبرنا. كنت عايز اسال عن سعر السياره الصفراء اللي واقفه بره. عربيتي؟ ايوه. ومين اللي قالك ان انا عايز ابيعها؟ لا، امال حاطينها في الفاترينه ليه؟ انت قصدك اللعبه. ايوه اللعبه السياره الصفراء. كمان كام؟ 11 جنيه. طيب ممكن اجربها؟ اتفضل، دي حاجه للرياضه تردي عضلات. لا متشكر، انا عايز اجرب السياره نفسها. نايل اتنين. انا لا اربي حاجه كل ده. تجننت يا سنوسي، هتجيب الفلوس منين؟ اسكت يا ولدي اسكت. بعيدة بعيدة عنها خالص. شغالة تطلع قدام من بالسلك مع انه مش موصوله. ها موصوله؟ اي
بس لو حته براح تجي. يا سلام بعد كده. لا اله الا الله لا اله الا الله. حلوه حلوه يا سنوسي. خدها بكره. شكرا. امرك يا مدام. يلا سنوسي يلا سنوسي. ها تمام. اصل ابني موصيني على لعبه زي دي. تحب الفها لك؟ يلا يا سنوسي. حلمك عليا شويه يا صابرين، هي الدنيا طارت. قلت لك يلا يا سنوسي. بتفتح الصبح الساعه كام؟ الساعه 9 يا مدام. جميل. بقول لك ايه يا ريس؟ نعم. بقول لك ايه؟ اصل احنا غراب مش من هنا. ولاد الحرام نفضوني. انما انت هتخدمنا خدمه كبيره قوي لو اشتريت الساعه دي مني. يا استاذ انا مش ساعاتي. وبعدين ما اعتقدش ان في ساعات، هيشتري ساعه قديمه. وحياة ولادك وحياة ولادك ما تكسفني. أنا عايزك تعتبر نفسك أبو جابر. أنت أبو جابر. جابر مين؟ ابني. أنا عايزك تحتضنه. ده ولد رقيق، ولد لذيذ، ولد كلبوز ومكلبز، والله في شبح منك. أنا عايزك تفصيلها وتشوفها تسوى كام، وإن كان عليا وحياة ابني جابر وبالأمان أنا شاريها ب60 جنيه. يا أستاذ أنت كده بتحطني في موقف محرج. محرج؟ إيه يا راجل أنت، وفي بينه وبين بعض إحراج؟ صدق وتؤمن بالله من دخلتي عليك بالمحل أول ما شفتك حسيت إن أنا أعرفك من 20 ثانية، شايف الناس القصر. ما تقولي كلمة يا صبري. هي ساعة حلوة صحيح، بس أنا مش في احتياج إليها، يعني أشتريها وأرميها؟ يا سيدي لا حترميها ولا حاجة، حتى إنها معاك في محلك في رسمالك، وإحنا هناخد اللعبة، يعني سيادتك لما قلت لنا اللعبة ب 11 جنيه، أنا نطقت؟ لا. بذمتك فتحت حنكي؟ لا. مع إنها ما تسواش غير 3 جنيه. إيه؟ قال لي ايه 3 جنيه؟ مشي امورك، مشي حالك، التجاره شطاره. طب عشان خاطرك انا هدفع في الساعه دي 15 جنيه. جزاك الله كل. ها 15 جنيه؟ هي التجاره شطاره صحيح، لكن مش دبح. يا سنوسي يا سنوسي، ساعتين اللي عايز تبيعها. صابرين انت تبوظي لي كل تكتيكات يا صابرين. كل ده عشان خاطر جابر، ثم انت ناسي ان احنا ما معناش ولا مليم. هات ال 15 جنيه واللعبه. مش مهم دلوقتي. ده انت بورم بقى هتبرمجوا عليا. طب والله ثلاثه بالله العظيم ثلاثه، ما انت حالف فهمني ولا لا؟ احنا ناخد لعبه ودينا ال 4 جنيه. زباين اخر زمن. شايف شنب صابرين؟ كان نفسي اخلي شنب وزاج. والله ما انا عارفه ايه اللي جابنا هنا. احنا لازم ناكلنا لقمه يا صابرين. لقمه اللي حناكلها يا سنوسي، كنا كناها في اي حته. ما احنا في اي حته يا صابرين. مش بصور الحاجة شكلها ايه. هيا بينا. دقيقة واحدة كمان الله يخليك. ايه يا صابرين؟ يا سنوسي انت بتفكر ازاي؟ اولا المكان شكله غالي، ثانيا كنا نمنا في اي حتة بالاربع جنيه. اولا احنا حناكل على قد اللي معانا، ثانيا اني مكان دي نقدر نبات فيه باربع جنيه. اي اوضة في اي لوكان ده يا سنوسي؟ دلوقتي بس اقدر اقول لك الحقيقة المرة، احنا لازم ناخد اوضتين يا صابرين. عايز تنام لوحدك يا سنوسي؟ قلت لك عينيك زاغت على بنات مصر. يا ستي لا زاغت ولا تزفدت، اني فيها نفس. اخترتم؟ انت مستعجل على ايه؟ مستعجل على ايه؟ ما انت شايف الاسماء الملاعبك اللي مش عارفين نفسرها. اسف يا بيه. يا صابرين يا صابرين، احنا ما معناش شيء يثبت انك مراتي. يعني ايه؟ يعني ايه يا سنوسي؟ يعني انا دلوقتي مش مراتك؟ أنا مش مرتك يا سنوسي؟ ده اللي خدته منك يا مار. بلاش التراث الشعبي دي، بلاش مش أنا مش مرتك؟ مراتي مراتي ونص. بس إزاي نثبت لبتوع اللوكان إنك مراتي؟ أنت نسيتي الأتوبيس يا صابرين. اسكتي اسكتي، مش عايزين نتخانق. لا بلاش، مش قادر أتخانق دلوقتي. وبعدين معقول ننزل مصر ونفسح كيش؟ أو نعوض أي شيء في البرنامج. يا سنوسي يا سنوسي، نخلي معانا الأربع جنيه ينفعونا احتياط. يا صابرين ما هي خربانة خربانة، وهي فلوس شكلها من السما حنتبطر عليها. يلا نق. نقيت ايه؟ هني؟ ايه؟ الله ما فاهم أي كلمة من اللي بقى دي. يا جرسون جرسون. أيوة يا بيه. ايه الخدمة دي؟ ساعة على طين الزباين. بقول لك ايه؟ أنا عايزك تنقي لي أكلة بإيديك الحلوة، ها؟ وعشان ما نخش صراعات مع بعضنا ونغلط في بعض، أكلة لينا إحنا الاثنين في حدود 3 جنيه ونص، ها؟ وحشوفك بعدين ما تقلقش. تحت أمرك. شايف الناس عايشة إزاي يا صابرين؟ أمال أنت راكب إيه دلوقتي؟ البويق المرشيدس. إديتها لهشام ابني عشان إدى عربيته لأخته ميثم. ربنا يخليك لهم وتجيب لهم. بس أنا محتار، أجيب لمراتي إيه؟ رينو ولا هوندا؟ ما
تجيب الاثنين وتخلص على الاقل هتدي البواب واحده. بس يا سنوسي مالناش دعوه. مالناش دعوه ازاي؟ قاعد عالم تجن قلب في قايد نار. حالنا نحن واقعين. تفضل معانا. اسكندريه دي بقت زحمه قوي، لكن بره فسح وتوفير في اللبس. تصوروا الطقم ده ب 250 بس. معقوله؟ ده نقطه. امال الواحد بيع فلوسه ايه؟ في حبه هلاهيل؟ لا عاجله، عاجله وكامله. بس يا صبرين قلب قايد نار. مش كده؟ ها؟ جاي ظروفها صعبه. ده بالك مده ما بتجيش النادي ليه؟ يا راجل ده بقى عامل زي علبه السردين. معقوله نادي مساحته ما تجيش 10 فنادين وعدد اعضائه فوق ال 40,000؟ شايف اللي افترى يا صابرين؟ وبيقولوا ان مفيش يد عامل. طب شوف الشقه وصلت كام النهارده؟ اقل شقه 50,000 جنيه. ابلع يا صابرين ابلع. ما هم لازم يعملوا حدائق عامه للناس، الناس مش عارفه تتنفس. اخيرا هنرتاح. عارفه صابرين، من زمان كنت بحلم اشوف القاهره. اديك شفتها وقضيت فيها يوم بحاله. لا ده مش يوم، سنين سنين طويله. بتضحك عليه؟ بجد بتضحك عليه؟ انا خيبتني شملول وبهلول نازلين في القاهره والبرنامج هنطلع من جنينة الحيوانات نروح الهرم على القلعة بريرة تقوليش حنطير في الهواء العربيات ماشية زي الزحلفة واحنا عمالين نحسبها أنا حاسس إني عجزت ليه بتقول كده؟ ليه تشاؤم؟ يا سنوسي دي مسائل عارضة. عارضة؟ صدقتي. لأني كنت بصبر روحي. يا ساعتين ثلاثة والنهار يطلع وتحقق كل أمالك. فاكرة يا صابرين؟ فاكرة لما كنت بتخافي من سواد الليل؟ وأنا دلوقتي خايف من طالعه النهار دي، خايف لتعبنا كله يروح بلاش. وحشتيني يا صبري. ممكن انام على رجلك؟ وغطيكي كمان. تعرف يا سنوسي، انت بتفكرني بابوي. وانا صغيره كنت انام على حجره، كان بيحكي لي حواديت عشان انام. ابو رجلي مسلوخه ومنى الغولي وديابه وعفاريت، كان بيخوفني عشان ما اروحش بعيد عن الدار. دلوقتي يا ترى بيخوفوا العيال بايه في القاهره؟ العربيات مجنونة السرعة، ولا بالأتوبيس اللي بيركب الرصيف، ولا بالهواء الفاسد وعادم العربيات؟ قلبي عليك يا جابر. جرى يا سنوسي؟ ما تهدى كده. تعال يا أخوي، تعال ريح جدك. على رأيك، لما صدقنا نبعد عن الدوشة وخلق الناس. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. العفاريت رجعت ولا ايه؟ تحبوا تشربوا ايه؟ لا متشكرين، كتر خيرك، ضيافتك وصلت. ضيافتي وصلت وكتر خيري؟ هتشربوا يعني هتشربوا؟ انتوا فاهمين نفسكم قاعدين في القنده هنا؟ مش كفايه سايبكم ربع ساعه ومطنش عليكم؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ ليه بنسرق ولا بنسرق؟ اكتر فعل فاضح في طريق عام. يا سلام،
ولا جيراننا من طلعه النهار لغايه دلوقتي ما اسموش فعل فاضح. انت باين عليك غلباوي. بقول لكم ايه، ما تاخدوا ازازتين بجوز جنايات خلينا نستفتح. استفتح بالليل؟ استفتح اهدي. ايوه بنستفتح بالليل، عاجبكم تشربهم ولا تطرقونا؟ لا مش عاجبنا مش هنضطر. ايه رايك بقى؟ لا يا شاري الجنينه ولا شاري الجنينه، ثم بيتكلمني بصفه ايه؟ انا حوريك الصفه. وين الصفه؟ افتح يا ابني، معاد رش الجنينه. يلا يا سنوسي. شبينا صبرين. يلا يا سنوسي. قلبي قايد نار. يلا يا سنوسي ما عندناش وقت نتبلى وننشف، يلا. فكرك كده. يلا. مقهور يا صبرين. يلا يا اخوي. مقهور. يلا يا اخوي. آه منك لله يا للراجل. هانت يا سنوسي، ما تضايقش نفسك يا اخوي. كلها ساعتين والفجر يطلع. أنا بقول أحسن حل نروح من دلوقت الوزارة ونستنى الوزير على الباب. أنت شايف كده؟ آه. أنت متأكد يا سنوسي إن مدير مكتبه قال لك إنه هيجاب لك؟ آه. أنا خايفة ما تعرفش تقابله. ما تقوليش كده يا صبرين، ما تقوليش كده، لأني كنت طلبت من ربنا الأرض ننشق وتبلعنا أحسن. آه. تعبان يا أخوي؟ آه. عنك. الوزارة بعيدة عن هنا يا سنوسي؟ آه. يعني أنت عارف السكة يا سنوسي؟ آه. بتزعج ليه؟ ماني سامعاك. هنسافر بكرة ميتة. هترد؟ الرحمن الرحيم. سنوسي. سنوسي. رحت فين يا خوان؟ أنا هنا يا صابرين. شوف ربنا استجاب لدعاك ازاي. اه رجلي رجلي قايدة نار. انت ايه اللي نزلك عندك؟ نزلني وي نازل بكافي، نازل الدلع من القلل. داني اتشفطت يا صبرين. يا لهوي يا لهوي، الحقونا يا خال، الحقونا يا خال، الحقونا يا ناس. ناس مين يا صبرين اللي بتنادي عليهم؟ نحن في حته مقطوعه. طب اعمل ايه بس؟ هنزل لك يا سنوسي. تنزليني؟ تنزليني فين يا صابرين؟ الناس يقولوا ايه؟ انت ناسيه؟ دول طردونا من الجنينه العامه وقالوا فعل فاضح. هيقولوا علينا ايه لما يلاقونا الصبح احنا الاثنين في حفره واحده؟ فهمتني غلط يا سنوسي وده وقته؟ اسمع يا سنوسي، اقطع الفستان واعمله حبل وادلهولك. يا ريت بسرعه بسرعه. لا لا يا صبرين استني استني، استري نفسك. عايزه تقطع الفستان وتبقى فوريانه قدام الناس. فينك يا جابر؟ تعال يا جابر شوف امك، تعال شوف ابوك. كنت عايزه في العلالي فوق، بقى في اسفل السافلين. الو يا حياتي صباح الخير. والله ما نمت طول الليل. ايوه يا ستي الاولاد فطروا. طيب لا مش هتاخر، هرجع بعد التوقيع على طول. طيب مع السلامه. ايه يا اخواننا، ما كل واحد يروح لحاله، بتتفرجوا على توت عنخ امون. ايه يا صابرين، يعني البوليس ما جاش؟ زمانه جاي يا اخوي. هجمد يا سنوسي. ماله ده؟ يقولوا ايه امبارح بالليل؟ باين عليك ام مسطول ولا سكران؟ اوعوا البوليس اتاخر يا اخوي، ما فيش حد يساعدنا؟ يا سلام لو في حبل ولا سلم. طب ما فيش حبل هنسيبه؟ يلا بينا امبارح، احنا مالنا. معاك حق. ماشي بيتسلى. اوعى قاعد اهو، اوعى. ايه في ايه؟ يا نهار اسود، انت ايه اللي نزلك هنا؟ هو انا كل يوم اطلع اتنين تلاته؟ عاملين الحفر دي ليكم؟ انتوا بالطريقه دي هتعطلوا العمل. عمل؟ عمل ايه؟ يا استاذ نطلع ما تعطلناش. يا سلام وحياه ابوك، هو كان بمزاجي اطلع وما طلعتش. رجلي مش قادر احرك، اطلع ازاي؟ انا بقى راح اطلعك بالونش. منش؟ كله جاهز؟ كله تمام يا معالي الوزير. الوفد يا فندم هيتشرف بلقاء سعادتك بعد ساعه. اطلب لي البيت على التليفون. حاضر يا فندم. لا يا اخو.
اخوان. قريت عليها صبرين، قريت عليها صبرين. بس كفاية كفاية كفاية. ايه جوزي. ايه يا عمي انت. كفاية مديري فاي. لا تكون تعيشتك. استغفري وقفي وقفي يا اخواتي. ايه مصطفى كفاية. نزلني نزلني نزلني. انت يا بطل الحقوني الحقوني يا اخواتي. تصرفوا يا ناس تصرفوا تصرفوا يا صبرين. اتصلي بالبوليس ولا اعملي حاجه. قاعد مش عليك يا زلمه. لا لا حاسب. طب طولني طولني الزاد يا رب. حطني على السطوح حطني على السطوح. خليك زي ما انت. اخدم بيتك يبقى في اسفل الارض يبقى فوق في العلاوي فوق. اوعى تروح كده ولا كده. لا اطول حاجه اطول حاجه برجلي يا ناس. كتر خيرك يا اخوي. انت سلام يا ناس. تصرف تصرف يا صبرين. نزلوا بقى ابا خير يا صفيه. هو الصبح مش يخشوا بخير. الونش باظ. باظ. ايوه الونش باظ. الحق يا سنوسي بيقول لك الونش باظ. ايه باظ. يعني ايه يا اسطى؟ هيفضل متعلق كده لا طاير سما ولا ارض. والعمل يا اسطى؟ لازم اروح بيه الورشه. ده اول مره يعملها. ده شغال من ايام كبرى ابو العيله وعمر الونش ما باظ. بس يا بتخافن يا سنوسي. ما تخافش خليك زي ما انت. سنوسي اوعى تروح كده ولا كده. خير يا مدام. الله فين الاستاذ سنوسي؟ فوق في السماء. في السماء. اوعى يا ابني. وسع وسع وسع. الضابط جه. الحمد لله. انت كويس يا استاذ سنوسي؟ كويس كويس. ايه انت مش حاسس باللي بيشغالي فوق؟ انا في عرضك على الصابر. انا لازم الحق الوزير زي ما انت عارف. يلا يلا نزلوه. الورش عطلان ولازم نروح بيه الورشه. اطمن يا استاذ سنوسي. الورش عطلان ولازم نروح الورشه. ورشه ايه؟ الورشه دي فين؟ الورشه دي فين؟ في شبرا. في شبرا. شبرا استجيرك يا رب. ايه لاخرك على الصابر. ايوه يا استاذ سنوسي. بس المواصلات زحمه قوي النهارده. زحمة يا دنيا زحمة. دي استثناءات يا حاج الظابط. ابوس ايدك. عايز الحق الوزير. خد صبرين وحصلني على الوزير واني حنزل من الونش اجيلكم على طول. صبرين ادي الدوسيه للسواق. حاضر اديله الدوسيه ما دام وتعالي معايا. الله انت مش قلت انه وقفت حفره؟ الجسم والنصيب. يلا بسرعه. فينك يا جابر؟ تعال شوف بوك يا جابر. ماني مش همشي في شوارع القاهرة. ماني مش همشي. مبسوط انت فرحان. ما تخافش ما يهمكش. معايا توسيه. حاسب حاسب العمرات. حاسب ما تخبطني. اوعى تعديني من تحت كوبري ولا حاجة. ما تخافش. يا رب. سكينة على شبرا. فاضل 9 محطات. Thank you.
حاسن حاجات كتيرة قوي. وهنعمل ايه دلوقتي يا سوسي؟ انا مش عايز اسافر الاقصر. ها؟ عايز تعيش هنا؟ اعيش هنا ايه انت الاخرى؟ انا حاخدك انت وجابر ونروح ابعد من الاقصر كتير، في الصحراء، عالجبال، اي حتة. مصر كبيرة يا صابرين، بس احنا اللي حابسين نفسنا في وسطها.